حوار اليوم من الاو تي في، اليوم مع زميلة صحفية ندى ايوب. صباح الخير، صباح النور. وفينا نقول كمان مساء الخير، ويلي بدك. اليوم نهار طويل بكل المواكبات السياسية مية في بالمية لبنان. خليني بلش معك ندى على رؤيتك لهذا الموزاييك اللي موجود اليوم. بعد ما حكينا عنه، انتم يلي تعتبرون من صلب القوى التغييرية، انت صحفية تغييرية، اليوم شو رأيك بيلي عم بتشوفيه بالمجلس النيابي؟ اليوم المجلس النيابي هو موزاييك، ما في أكترية واضحة أو إذا بدك طيعة، يعني بالخط العريض هيدا مجلس منه معادي لحزب الله وسلاحه أو بما يسمى المحور السيادة، يعني لأنه عم تكتر المفاهيم هلأ إنه بهيدا المحل، ولكن هو منه طيع كمان لمحور الممانعة. نتيجة هيدا التركيبة اللي صارت نتيجة دخول نواب جداد على هالمجلس بعد ما تبلور إذا حيكونوا مع بعض ما حيكونوا مع بعض، وأنا ما بظن إنه آرائهم وتصويتهم ومواقفهم حتكون وحدة بكل المرات، حيكونوا على عم القطعة بيحاولوا، عم بيحاولوا، يعني عم عم بيحاولوا. بيحاولوا يوحدوا فينا نناقش بهذا الشيء هذا الموضوع. يعني امبارح كان في أكيد. اتصال بيني وبين النائب حليمة قعقور، في محاولات، لا في لا، في محاولات، بس أنا عم اتصالات، بقول لقاءات. شو الواضح بالنسبة إلي، شو الواضح بنهاية المطاف، شو حيكون يعني بعد. طبيعي يحاولوا إنه يتوحدوا ضمن إطار معين، عم يشتغلوا على ورقة سياسية وورقة اقتصادية، بس لحد هلأ كل أجواءهم بتقول إنه ما في بعد اتفاق على هذه المرتكزات السياسية والاقتصادية وأي اقتصاد يريدون للبلد والتوجهات، لأنه ما هن أساساً اجوا من مجموعات مختلفة من مشارب مختلفة، ولم يخوضوا الانتخابات على برامج موحدة أو أقلها بتشبه بعضها. فإنه ما عم نتجنى إنه الطبيعي بقلب مجلس النواب يكون في هذا الاختلاف، لأنه هن مختلفين من برا. ما عم نقول هذا صح أو خطأ، عم نوصف واقع. طبعا أنا برأيي كان الأفضل نفوت على المجلس ببرامج، والأفضل كنا نعمل جبهة معارضة موحدة قبل، موحدة بمعنى على المشاريع يعني والبرامج والرؤى، لحتى يكون الشغل جوا أوضح. بس بكل الأحوال كنت عم بتقولي لي عن هذا المجلس وشكل المجلس، بس اليوم بهذا المجلس الثابت الأساسي إنه حزب الله خسر الأكثرية يلي كان عنده إياها. هلا بدك تيجي تقولي لي 65 نائب عطوا الرئيس نبيه بري، و65 نائب عطوا النائب الياس بو صعب، وهن اثنيناتهم ينتمون إلى يعني المحور فريق واحد، بس كمان هذا ال 65% بالتصويت بالعلاقات الشخصية، بس بالسياسة الأمور مختلفة. ايه طبعا. ما فينا نقول اليوم انه الا انه فوز نبيه بري لرئاسة مجلس النواب هو اجا يعني زمط على الحفة مثل ما بيقولوا، يعني شو 65 نائب، انه ما انه خسران نبيه بري، لا خسران بعده رئيس مجلس. ايه بعده رئيس مجلس، في بديل ما في بديل، بس مش هيدا الفوز. لا، في تراجع مهم. حزب الله كحزب الله كحزب هو ما تراجع عدد نوابه، ولكن المحور اذا بدك الممانع او المحسوب على 8 اذار تراجع. ايه يعني هن وحلفائهم تراجعوا. ايه التيار الوطني الحر تراجع. ايه القوات اللبنانية تقدمت. طبعا في نواب جدد فايتوا على المجلس، في من ضمنهم من هواهم 14 أدار، ومن ضمنهم من أقرب بمواقف معينة لـ8 أدار. إيه بس وهون يعني وهون ممكن يعني تلعب التوازنات، بس إيه أكيد هيدا البرلمان اليوم رئيسه ونائب رئيسه محسوبين على محور الممانعة، ولكن مثل ما قلنا بالأول هيدي الأكترية منا طيعة لـ8 أدار، منا سلسة لإلهم. أنا بدي أرجع ناقشك كمان بنقطة تتعلق بالتيار الوطني الحر، طالما قلت إنه تراجع بوقت التيار بيعتبر حاله لم يتراجع، رح ناقشك بهالنقطة، بس اسمحي لي قبل ناخد مداخلة من النائب ألا عون يلي بينضم لنا. صباح الخير. لكم ضيوفك. شكرا سعادتك. يعني نحن الأسبوع المقبل قدام استحقاق أساسي يتعلق باللجان النيابية، كيف سيتم الأمر؟ هل يتم بتوافق؟ هل يتم على القطعة؟ في مفاوضات حول هذا الموضوع بدأت؟ لك هيدي العملية عمليا بيجري التنسيق، أمين عام مجلس النواب بياخذ يعني بيجمع طلبات
الكتل النيابيه كلها بتوضعوا طلباتها، واكيد بصير في عمليه جوجله. اذا في امكانيه تلبيه طلبات كل الكتل وفي ليونه بعمليه يعني استكمال اللجان تلبيه طلبات قدر الامكان والكتل المستعده يكون عندها ليونه، إيه في امكانيه توافق فيها تصير عمليا. هذا بصير عمليا. ولكن هلا للثالثه بتوضح صوره صار في صيغه بتلبي رغبات كل الكتل ومقبوله من كل الكتل، ساعتها بيكون في امكانيه توافق اكيد على اللجان. بس عم نحكي بالتحديد عن اي كتل؟ يعني اليوم نحن بنعرف انه كل الكتل امين عام مجلس النواب بالاخر بيحكي مع كل الكتل، كل الكتل بتعطيه طلباتها بالعضويات تبع اللجان، وهذا اللي بصير كل الكتل من دون استثناء. الكتل والمستقلين والتغييريين؟ عفوا الكتل الى جانب التغييريين والمستقلين هيك بتصير؟ ليش هن يعني جايين من غير كوكب؟ هن كتله بقلب مجلس النواب طبيعي، حكما بده يكونوا جزء من كتل بقلب مجلس النواب، ما في مجلس نواب خاص فيهم يعني. بس امبارح لما رفعت اللائحه الى بعبدا ما كان فيها كتل تغييريه، كان فيها افراد 13 اسم مستقلين او تغييريين مستقلين. عفوا امبارح لما رفعت اللائحة بالكتل إلى قصر بعبدة من أجل الاستشارات النيابية ما كان فيها أسامي كتلة تغييرية أو إلى ما هنالك، كانوا جميع المستقلين. ما بعرف إذا هن رايحين يعني بالمسرق أو ككتلة، بس بجميع الأحوال أمين عام مجلس النواب بيحكي مع كل الكتل وكل الأفراد المستقلين أكيد حكما، ما بعرف إذا حكيهم بالجملة أو بالمفرق. طب ساعتك ماذا يطالب التيار باللجان؟ العودة إلى أو تبقى معه لجنة المال؟ شو مطالبه؟ التيار الوطني الحر أكيد عنده هو مطالبه، وهو كمان عنده الليونة الكافية للتعاطي مع الجوجة اللي عم يعملها الأمين العام من أجل إخراج توافق. نحن أكيد عندنا مطالبنا، ما بدي هلا يعني أرجع شدد عليها، ولكن لأنه عمليا في عملية ليونة ممكن يكون في استبدال ببعض المحلات، إذا في إمكانية ممكن لا. هيدا موضوع خاضع للجوجة اللي بدها تصير هلا بين كل الكتال عبر أمين عام مجلس النواب اللي هو بيعمل إدارة هيدا العملية. يعني مستعدين انتم انه يكون في ليونه بالتعاطي بكتل او بلجان موجوده عندكم؟ ايه نعم اكيد مستعدين. نحن ما عم نلعب دور اذا بدك صعب، بالعكس عم نسهل عمليه التفاهم. في قصص اكيد بهمنا امرها، وفي قصص يعني مستعدين ليصير فيها عمليه ليونه وتبادل. على كل حال هذا خاضع هلا مثل ما عم بقول لك لشو بينتج من ايرادات الكتل كلها، وشو ممكن يصير في مساحات مشتركه، وشو بيتطلب يعني عمليه ليونه من الكتل لاجل التوصل الى توافق. زميلتي ندى ايوب الصحفيه بجريده الاخبار حابه تطرح عليك سؤال لو سمحت. تفضلي. يعطيك العافيه سعاده النائب. الله يعافيك. حزب تقدم رشح النائب مارك دو عن لجنه المال والموازنه، فهل ممكن تتنازلوا عن هيدي اللجنه لنائب جديد يتنازل عنها من باب التعاون يعني؟ اول شيء ترشحوا على عضويه المال الموازنه. نحن الهيئه العامه بتنتخب اعضاء لكل اللجان، وبعدين الاعضاء كل لجنه على حده هي بتنتخب رئيسها. فبالاول هلا هو مرشح على العضويه، وهو اكيد وهن كتله وإنهم حق يتمثلوا بلجنه المال مثل ما بتمثلوا بغير لجان طبعا، مثل كل الكتل، شيء طبيعي. اقتضى التوضيح على هالنقطة. بعد عندي استفسار يتعلق بالموضوع، موضوع الحكومة. اليوم في بوادر لدعوة الأسبوع المقبل لاستشارات؟ يعني هذا الموضوع بيد رئيس الجمهورية حكما، أنه أكيد الاستشارات بدها تحصل. هلا الموعد بين إيديه هو بيدرس الموضوع، وحكما أكيد رح يدعي له الموضوع منه مؤخر. منه مؤخر الموضوع؟ لا ما يعني ممكن انه نكون قدام قرب لطرح هذه الاستشارات، بس في سهوله ساعتك بتاليف الحكومه يعني اول ما يعني المشكله رح تعرفوا. خليني انا ما اكيد ما بسمح لحالي احكي باسم رئاسه الجمهوريه غير قريبه منه يعني طبعا، ولكن موضوع يعني الرئيس استلم من امبارح تشكيل الكتل، واليوم بس يعني انتظار يعني اعلان هذا الموعد عندما يستكمل هو كل المعطيات المطلوبه بين ايديه. علما انه يبدو ما بعرف في صعوبه بموضوع التشكيل. هلا خلينا ستيب باي ستيب مثل ما بيقولوا، خطوه ورا خطوه. خلينا هي قصه تكليف بالاول، تكليف كمان اول مرحله، وبعد المرحله بعد التكليف نحكي بظروف تأليف. قريبين هالمره لنجيب ميقاتي او كمان؟ نحن ككتلة بعد ما أخذنا أكيد قرار بهذا الموضوع بدنا نجتمع ونحكي فيه، فهمت؟ إيه؟ وعلى هالأساس بعدين بنقرر شو بدنا نعمل.
يعني ما فينا هلا نستبق هذا الموضوع. الموضوع هلا بلش يخضع لنقاش، هلا بده يصير في بحث فيه، ونحن على اساسه، على اساس المرحله، على اساس شو المطلوب، على اساس المطالب اللي عندنا اياها، يعني واكيد يعني الرقم يلي كان بدنا اياه وصار بالمرحله السابقه وغيره، كل هالاعتبارات بناخذها حتى نحدد موقفنا من تكليف رئيس حكومه. يعني راح يكون في عندكم بورتفوليو لرئيس الحكومه المقبل؟ مش نحن بالاخر كتله، يعني نحن مش لحالنا بمجلس النواب، ولكن اللي بده يعني ثقتنا او بده تسميتنا حكما في حد ادنى من التشاور بده يصير معه عاده. يعني هلا هذا الموضوع فيك تعتبر انه الاسبوع المقبل سيكون اسبوع يعني اساسي في عمليه التشاور اللي بدها تصير بموضوع رئاسه الحكومه. شكرا لك النائب على عون على هالمداخله، شكرا. في اي تعليق على الكلام؟ لا واضح من ناحيه، لا واضح لانه بعد ما في شيء يعني محسوم. يعني ايه بنعرف رايحين هلا الخطوه الثانيه هي بدها تكون الاستشارات، وبلشوا عم يحكوا فيها الرئيسين، يعني رئيس الجمهوريه ورئيس مجلس النواب، بس انه واضح انه بعد ما في، لا يبدو انه المرحله المقبله بعد ما بعدها ضبابيه بما يتعلق سواء باللجان يلي صح. بعد ما في اتفاق عادة يتم الاتفاق، ما بعرف إذا رايحين على اتفاق أو رايحين على انتخاب أو أيضا بموضوع الحكومة. بدي أرجع معك إلى التيار الوطني الحر. تقولين ندى أيوب أنه التيار الوطني الحر تراجع، القوات تقدمت، التيار بيجي بيقول لك نحن هيدا عددنا 18 مع التشناق منصير 21، مع الحلفاء منصير 21، بالتالي نحن بكل هذه المعركة حافظنا على الوجود وحافظنا على أرقام مشرفة. هل خلينا ننطلق من انه القوات تقدمت؟ هذا اكيد انه القوات تقدمت. اذا التيار عم يعتبر انه هو بظل كل المتركاج اللي انعمل عليه من 2019 لليوم وتوقعات الخساره والتراجع الشعبي، حتى ارقام الستاتستيك كانت عم تنحكى، وهون على حتى البلاتو انا وياك كنا عم نناقش نفس هذا الموضوع، انه هيدي الارقام بالنسبه لشو كان عم بيصير على مدى هدول السنتين ونص، اوكي معه حق، بس اليوم ك ك ك كعدد شيل الحلفاء على جنب بيطلع 18. ايه بيطلع 18 نائب، هن بيعتبروا هيدي الكتله العونيه البيوري اللي كانت بال 2018. هو هون حسب كيف بدك تلاقي مخارج، يعني اوقات مين بتعده معك، اوقات مين بتعده حليف، اوقات يعني فهمت شو قصدي؟ يعني اوقات انه مين بعدين بينضم لهيدا التكتل او بيعلن انه هو حيكون حليف لحتى يعدوه ولا لا، بس انه ما فينا اليوم ما نشوف نتيجه بالقراءه بالمطلق، يعني انه القوات اللبنانيه تقدمت على الساحه. ماذا يعني هذا الامر؟ يعني على الساحة المسيحية عم تقولي للقوات اللبنانية تقدمت، بالموازاة في كمان قوى تغييرية دخلت على الساحة المسيحية وصارت لاعب، شو بيعني هذا الأمر بالنسبة لندى أيوب يلي برجع بقول دوما أنه حضرتك بالأساس بمبادرة وعي يلي كنتوا أول من أطلقوا شرارة الانتفاضة والتغيير كنا مشاركين بهذه الانتفاضة يعني صحيح. كنتوا من الأوائل من 2014 صح. اليوم صح. لما تشوفي هذه المشهدية شو بتعني لك القوات اللبنانية تتقدم مثل ما عم بتقولي بالساحة المسيحية؟ هذا بيعني انه الخطاب يلي عم بتقدمه القوات اللبنانيه لهيدا الجمهور والامكانيات الماليه المفتوحه للقوات اللبنانيه، لانه كمان اليوم السياسه بدها مال وبدها دعم، بدها ميديا وبدها مال وبدها نوع خطاب معين بجيش الناس. عم للاسف انه هيدا عم بلاقي اذان صاغيه، وانا عم شوف انه نحن عم نروح لتطرف، يعني بالبلد عم بيصير عندك تطرف من هالمال، وتطرف بجيب تطرف، بمعنى تطرف شيعي وتطرف مسيحي 100%. اليوم نحكي الامور مثل ما هي 100%. يعني اليوم نحن اي حدا تقليدي ولا تغييري ولا شو ما كان اجى عم يحكيك لغه رايقه، لغه عقل منطق، عم بقارب الامور انطلاقا من الازمه اللي نحن فيها، عم يجي يقول لك انه هيدي الشعارات الشعبويه نحن سهل انه نخوضها، انه سهل انه تطلع تقول لي انه انا سياده وانا وطني وانا مع 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 الكرامه الوطنيه، كلنا مع 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 هيدي المفاهيم، وانا مع نزع مثلا عم نحكي عن القوات وهيدا الجو، وانا مع نزع سلاح حزب الله وكذا، بس هيدي معارضة سهلة لأنه معارضة لا تقرش. يعني لو عندك 128 نائب اليوم ضد هيدا السلاح اللي أنا بقول إنه هو معضلة البلد،
ما فيهم يشيلوه لانه القرار منه هون. فانه كثير سهل نطلق هذا بس الشعار، بس يوقفوا بالمرصاد. ايه اوكي، بس ما بتشيلي، بتوقفي له بالمرصاد، بس انا عم بحكي سايكو، يعني انا عم بحكي بعقل الجمهور، انت سهل تقول له هيدا الحكي، ما بيرتب عليك شيء لانه انت ما بتقدر تنفذه غير ما تقول له انا مع الخصخصه او لا، او مع الصندوق السيادي او لا، او شو بدي اعمل بالكابيتال كنترول وغيره. فيك تحكي هيدي الشعارات الشعبويه وهيدي بتشد الناس، لانه هيدا الجمهور اتعود بس على انه كيف نخاطب غرائزه مش على اي شيء تاني. بوسط ما بدك تشيلها من السياق اللي صار من 2019 لليوم، لما الناس ظهرت لمطالب اقتصاديه اجتماعيه تسيست. اوكي، الحركات الاجتماعيه بتتسيس، بس مش لدرجه انه يصير النقاش العام الاقتصادي هزيل والبرامج الاقتصاديه هزيله. بعدين صارت بالانتخابات، يعني هون عم تنتقدي بشكل مباشر التغييريين. لا انا لا، يعني عم بتقولي لي انه لا، بس كمان جزء من او شكل طبعًا من اشكال التطرف اليوم يلي دخل الى البرلمان، مو ما عنده برامج، ما عنده تطرف وتجهيل الفاعل، مش بس التطرف. كيف يعني تجهيل الفاعل؟ يعني هلا بلك، بس انه كمان انا ما بدي افهم انه هاي اللعبه ما عم تعملها القوى التقليديه. انا اللي عم بيجي اقوله القوى التغييريه لعبت نفس لعبه القوى التقليديه، يعني صاروا بالميزان مثل بعضهم، بين قوى تغييريه وقوى تقليديه. بالسلوك مش بالمسؤوليات. يعني اليوم في قوى حكمت البلد، هذا غير موضوع اكيد. يعني مش معقول يكون ناس جديد فاتوا على البرلمان يكون عندهم مسؤوليه. بالسلوك كمان. بالسلوك ايه اليوم خضعوا ل ما كانوا هن مبادرين ليخلقوا نقاش عام ليطرحوا قضايا القوى التقليديه خاضت الانتخابات بمعزل عنها. نحن باكثر مرحله خطره بالبلد، باخطر ازمه بتاريخه، بتجي بتشوف انت بالبرامج الانتخابيه تقليديه وتغييريه هي بس عم تحكي بهذه الشعارات الكبيره يلي ما بتتقرش مثل ما كنا عم نقول. ما حدا اجى حكي الناس اليوم سلاح حزب الله، مش هو بيوقف لك، بس مش هيدا يعني طرحهم هو بوجه سلاح حزب الله، هيك بتعتبره؟ ايه اليوم عم نحكي عن، يعني عم نخلق تطرف جديد، عم نخلق تطرف جديد 100%، وعم نحكي عن مش بس عن سلاح حزب الله. سلاح حزب الله يلي بيخلق تطرف واحد، اثنين عم تجي بتقول علاقاتك بالمحيط، اثنين يلي هي من النقاط الشائكه بالبلد، بين اذا بدك هيدا الانقسام الحاد اللي هو عم يرجع يكون بين ما يسمى 8 و14 اذار او روحيتهم. عم نحكي على هدول وشكل الاقتصاد يلي كان سائد بالبلد، بتجي بتحكي بهدول الثلاثه بغيبوا كله، خاض الانتخابات بمعزل عن الأزمة الاقتصادية وكأنها منا صايرة. يا حبيبي أوكي، أنا عندي مشكلة مع سلاح حزب الله، بدي أسلم معك، تمام حقك، بس إنه هل هيدا السلاح سلاح حزب الله بوقفك إنك تحكي عن المصارف، بوقفك إنك تحكي عن شكل الاقتصاد اللي بدك إياه، بوقفك إنك تحكي عن قوانين أنت كنائب لما بكرة فايت على مجلس النواب تقليدي أو تغييري كنت؟ واللوم هون على التغييريين، لأنه نحن منعرف سلوك هيدا الطبقة التقليدية، ما أنتوا يلي بدكم تقدموا طريقة مختلفة بممارسة العمل البرلماني والحياة السياسية. إنه فايتين على البرلمان أنتوا رح يطلع بوشكم كابيتال كنترول وقوانين سرية مصرفية وصندوق سيادي وأملاك دولة، خطة تعافي أو تعامي كمان، لأنه يتعامي عن الواقع الاجتماعي. إيه، فإنه طالع بوجهك كل هيدول، ده بس أنت ما عم بتخبرني شو بدك تعمل فيهم. أنا بعد ما بعرف هيدا البرلمان مش على القطعة، يعني إيه إيه بكل شغلة، يعني وقت بدنا نحكي عن صندوق النقد رح يعقدوا اجتماعات ورح ياخذوا قرارات بما يتعلق بالموقف من صندوق النقد والتوقيع معه. لما بدنا نحكي عن خطة التعافي نفس الأمر، لما بنحكي عن ما بعرف إعادة هيكلة المصارف رح نكون كمان. بس هيدي مش رؤية، هيدي معالجات لأزمة معينة، في يكون معها في يكون ضدها. أنا طبعا ضد الصندوق السيادي، وطبعا هيدي خطة التعافي منا هي منا كتير حد المصارف لأنه جانين عليها، بس كمان هي منا لصالح الناس. بس هيدي بتبقى معالجات، هيدي منا رؤية اقتصادية، وما بترسم لك بعدين شكل اقتصاد بلدك. يعني هل بدنا نضل باقتصاد
ليبرالي، رأسمالي، خدماتي، غير وطني، غير منتج. بدنا نضل بس نقرأ الاقتصاد من منطلق نفساني، يعني بمعنى هل هو بس الهلع بهرب الرساميل والاستقرار الأمني برجع الرساميل؟ ما بدنا نرجع نشكل علاقة الدولة بهالطبقات الاجتماعية، ما بدنا نوزع الخسائر بشكل صحيح، ما بدنا نرجع نوزع هيدي الثروة يلي هالقد متفاوتة بين طبقات يعني الناس. ما تطالبين به هذه القوى التغييرية هو رؤية واضحة لملفات ونقاط معينة تهم اللبنانيين، وهي تشكل آفاق هي المرحلة أو حياتهم استحقاقات المرحلة المقبلة. 100% طب بس 100%. بالنسبة له، لما أنت تتغاضى عن موضوع سلاح حزب الله، أنت عم تعتبريه ما بيتقرش بهذه المرحلة، بس بالنسبة لهذه المجموعات التغييرية، سلاح حزب الله هو أصل المشكلة في لبنان. يقولون على الملأ اليوم نحن لو ما عندنا هذا السلاح ما كنا وقعنا بهذا الحصار الاقتصادي، وما كنا وصلنا لهذه النتائج اللي عم نشوفها، بغض النظر عن هيكلية هذا الاقتصاد يلي هي هيكلية أصلا لا، ما ساقطة. فينا نقول بغض النظر، عم بحكي بالنسبة لهم. ما انا عم ناقش ونقول لهم انه ما في، اول شيء هن ما معترفين بحصار، لنكون متفقين، هن ما معترفين انه البلد محاصر، هن بس بيقولوا انه نحن ازمتنا بسبب اوكي هيدي الطبقة اللي حكمت 30 سنة، صح خطأ السياسات الاقتصادية الحريرية يلي تم إرسائها من التسعينات طبعا كانت خطيئة ووصلت لهون وكله، وتشابك مصالح رأس المال مع أصحاب المصارف مع زعماء الحرب أوكي وصلتنا لهون. هو اللي متفقين انت وياهم عليهم. أنا متفق أنا وياهم عليهم، بس أنا بدي أجي اليوم أقول لهم إذا أنا بقيت من هلأ بهول 4 سنين بس عم برفع الصوت قول أنا سيادة وضد سلاح حزب الله، هيدا ما بيعني أنه أنا مع سلاح حزب الله إلى أبد الآبدين، أنا كندا لا، بس أنه إذا أنا بقيت بس عم بحكي طب الناس عم تاكل وتشرب يعني سلاح حزب الله، ما فهمت يعني هو سلاح حزب الله يعني خلى هالكارتال المصرفي يتحكم بالعالم ويسرق يسرق ودايعه، هو سلاح حزب الله ودانا ليكون عندنا هالقد نسبة هو فساد؟ أدلع عزلي. ليش هو وتغطية سلاح الاقتصاد قائم وتغطية حزب الله وسلاح حزب الله على الفساد وعلى شركاء فاسدين بنفس الوقت وضعتنا بهذا المأزق؟ منه اليوم حزب الله، إذا بدك تيجي تقول إنه حزب الله بتحالفاته هو يتحالف مع فاسدين وبيغطي عنهم من حلفائه كلهم، لأنه منه إذا بدنا نحكي بالفساد وين في ملفات، في ملفات بالكهرباء مثل ما في ملفات بمجلس الجنوب مثل غيره، إنه إذا تحالف حزب الله مع فاسدين والرفاق يعني التغييريين، لأ بيعتبروه مش بس هو متحالف مع الفساد إنما هو عم بيغطي على الفساد، هني أكتر من هيك ما بيعتبروه بس بيغطي على الفساد، بيعتبروه كمان فاسد مش بس بيغطي. بس أنا بدي أمشي للآخر انه ليش هو انه الفساد هي مشكلتنا الوحيده بهذا النموذج الاقتصادي؟ ما نحن عندنا مشكله اساسا بشكل اقتصادنا، ومش بس يعني هيدي النظره الضيقه للاقتصاد من منظار الفساد هي خطا، يعني اكيد السرقه والنهب وغيره 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 بتودي لهون. بس انا عندي سؤال، اذا انا شلت انسان فاسد وجبت انسان نزيه على إدارة عامة، على مجلس، على صندوق، على نيابة، على اللي بدك إياه، إنه بيمشي الحال؟ هي هون المشكلة؟ طبعا في مشكلة بالنزاهة وبالفساد، بس هي بس هون ولا هي بشكل اقتصادنا ولا هي بشكل نظامنا كمان الضريبة اللي بيخلي الثروات تروح من المجتمع للقلة، ولا هو بتركز الثروات، ولا هو بالاحتكارات؟ أنا معك ندى، بس يلي صوت لهذه القوى التغييرية صوت له لأي عنوان؟ مش صوت له لعنوان السلاح قبل كل شيء؟ شوف الناس انقسمت، في ناس وهيدا بحكي مع العالم وبنقاشات وبناس كانت عم بتعبر عن آرائها يعني على الإعلام البديل وبغيره والتلفزيونات، في ناس صوتت بس ضدهم بالسلطة، يعني هي اليوم بدايرتها منا مقتنعة باللايحة، منا مقتنعة بقانون الانتخاب يلي بيفرض عليها لايحة مكفلة، يمكن مقتنعة بشخص أو اثنين على لايحة ويمكن ما مقتنعة بحدا، بس كانت عم بتقول هيدا الناس شو ما كان هيدا البديل، شو ما كان الناس المرشحين، أنا بس ضدهم بالسلطة بدي انتخب، واحد ومفهوم. اثنين ايه في ناس هي اليوم بس بتقرأ سياسة من منظار انه
ما حزب الله ولا ضده وبتصانفك، يعني ضد حزب الله انا بنتخبك وكل شيء لانه بس شايفه هون المشكل، اكيد صوتت لهيدا العنوان. وفي ناس اصلا ما شافت وما قريت انه المعركه بس عم بتصير تحت سقف محدود، ممنوع كان بطريقه مباشره او غير مباشره هدول التغييريين يطلعوا فوقه. شو هو يعني لما تقولي لي سقف، شو هو هذا السقف؟ اوكي، لما بنقول سقف يعني انت بتجي بتلاحظ انه مش معقول كل هالتغييريين على اختلاف مشاربهم ما عدا بعض المستقلين ومجموعه او اثنين، حتى ما نكون عم نعمم، بس هيدول قله في عناوين اقتصاديه ما بيقول. ليش عم ركز على الاقتصاد؟ لانه نحن بعز ازمه مرحله اقتصاديه وهالسنتين مش بس، كمان نحن شكل البلد هلا بهالسنتين بده ينرسم. اوكي، ويعني خبراء اديب نعمه بيقول، مستشار سياسات مكافحة الفقر، بيقولوا نحن أمام 30 سنة من زيادة الإفقار المستدام وأمام طبقات فقيرة أكتر وناس عم بدها تزيد ثروتها أكتر، والطبقة الوسطى اللي كنا منعرفها بلبنان بدها 30 عام لترجع تتشكل، وهيدا منه تفصيل. هيدول الناس مش صدفة انه ما حدا بالتوكشو السياسي وغيره من الاعلام الثورة سألهم الاسئلة الصح اللي لازم تنسأل. هن بس اجوا سألوهم انتم مع سلاح حزب الله ولا لا، كيف هتكون العلاقات مع المحيط والدول العربية، وفتح طبعا المجال للتصويب على افرقاء سياسيين. اوكي بيستاهلوا، بس انه من وجهة نظري كمعارضة سياسية. اوكي، بس ما طب ما اجوا قالوا لهم انه ولا 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 حتى هن طرحوا بادروا، لانه اللي ما بيقدر يبادر برا ما بيبادر جوا ليفرض جدول اعماله، ولا هن اجوا قالوا بس هن بينوا داخل الجلسة انه نقد الجلسات. هلا بنحكي داخل الجلسة. هن ما اجوا قالوا الاملاك البحرية والعامة واصول الدولة وغيره خط احمر ولا نستعملها لاطفاء خسائر المصارف. ما اجوا قالوا انه الشريحة الاولى من الخسائر تشطب من رسامي المصارف وهيدي لازم تعاد هيكلتها وليس طوعيا بس المصارف تقرر، لا بده ينعمل إعادة هيكلة. ما اجوا قالوا نحن ضد الخصخصة وا وا وا. ما اجوا قالوا نحن هيدا قانون المنافسة والاحتكارات يلي قطع بمجلس نواب قبل ما نحن حنكون نواب جوا المجلس، هيدا قانون غير عادل وبعده مكرس الاحتكار ونحن بقى نشتغل على كذا كذا. ما اجوا قالوا بدنا نعمل نظام ضريبي أكثر عدالة بيوزع الثروة من الأغنياء إلى الفقراء وضرائب استثنائية وغيره. ما اجوا حكيوا شيء من هيدول. انا اليوم بمرحلة من عادية بالبلد ما بنطر من نائب يطلع يقول لي انه سنعمل على مكافحة الفساد وانا هيدي الينبغيات. مين بده يطبقها؟ انت بدك تيجي تقول لي، لانه احنا ما عم نلعب هلا بهالمرحلة، انت بدك تيجي تقول لي انه انا من هلا لشهر او اثنين انا حكون مقدم اقتراح بقدم والله الكابيتال، قانون الكابيتال كنترول ضمن هالرؤية المعينة، او حاطلع اعمل قراءة لكل قوانين هالكابيتال كنترول ونقول اي احسن وبشو ما نمشي وكذا، اعطيني شيء عملي مباشر ضمن مهلي. هلا هيدا بيقطع ما بيقطع بمجلس النواب لانه انتو اقلية و13 هيدا غير موضوع، غير موضوع. بدك شيء واقعي، إيه؟ بدك طرح واقعي 100% يذهبون اليه ويتجهون اليه. بس انا اللي كنت عم اقوله انه ليش انا عم بحكي بهيدول القصص كان بدي اياهم قبل مش هلا، لانه انا لما بدي اترشح باسم الشعب وقول انه انا انبثقت من انتفاضة شعبية، صح كان نحن عنا حركات بلشت من 2011 وبعدين 2015، بس الذروة كانت 2019 اللي ما كان إلا مثيل بهيدا التاريخ ولو أنا ما بشوفها ثورة. إنه أنا منبثق عن انتفاضة 17 تشرين وهيدي الشرعية، هل هيدا وأنا صوتي اعتراضي هل بيكفي أني صوت له؟ يعني المجد لمن قال لا ونقطة انتهى؟ لا، أنا هيدا منيح بس تعا فرجيني ليه بدي صوت لك. هن ترشحوا بس لأنه قالوا لا. أنا بالنسبة لي غلط تترشحوا بس لأنه قلتوا لا، وغلط الناس تصوت بس للي بيقول لا، لأنه اليوم طب قال لا وبعدين شو صار؟ بعدين شو بيصير بقلب مجلس النواب؟
هذا إذا ما حكينا بعدين عن مجلس النواب، عن شكل التحالفات اللي بدها تنخض بمجلس النواب، عن كيفية إدارة ملفات أساسية. رح نحكي عن اللي صار بجلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائب رئيس مجلس النواب. بدي أروح على فاصل، من بعد الفاصل كمان رح يكون معنا مداخلة لتمام نور الدين الصحافي من فرنسا، لأنه يبدو في مبادرات فرنسية على أكثر من صعيد. فاصل ونعود. عودة إلى حوار اليوم. قبل متابعة النقاش الحامي مع ندى أيوب على أكثر من صعيد، وخصوصا بما يتعلق بالتغيير ونظرته هي التغييرية، نظرته لما يجري اليوم، رح أنتقل إلى فرنسا مع الصحافي المختص بشؤون الأوروبية أستاذ تمام نور الدين. صباح الخير. صباح النور لك ولضيفتك ولمشاهدي الأو تي في وين ما كنت. شكرا استاذ تمام. بدي ابلش معك بشيء اليوم قراناه عن لجنه تقصي حقائق سيرسلها الرئيس ايمانويل ماكرون الى لبنان في غضون اسابيع لاستكشاف الوضع السياسي بالبلد. اي معطيات موجوده عند حضرتك؟ للاسف صار لبنان مثل يعني لما يصير في مشكله بلبنان بيتم ارسال الوفود وبيقتل الرؤساء الاجانب. يعني شفنا انفجار المرفأ اجى الرئيس ماكرون، انه وقت اللي بيكون عندنا كارثه او بنكون مضغوطين بلبنان او عندنا مشكله اكيد بتجي الوفود الاجنبيه. في هاجس عند الفرنسي وعند غير الفرنسي موضوعين، الموضوع الاقتصادي والموضوع السياسي. والموضوع السياسي يؤدي الى انهيار اجتماعي كمان، فهدول الموضوعين شاغلين بال الفرنسي، لذلك الفرنسي يعمل على خطين متوازيين. الخط الاول الموضوع المالي ومساعده لبنان، الشعب اللبناني بحنا، وليس يعني حتى لهلا اللي عم بحكيك ما في شيء حيصير مساعدات للمؤسسات اللبنانيه، يعني خليني اقول الدعم رح يكون مباشره للشعب اللبناني، لانه في اللي انطلب من اللبنانيين يقوموا فيه ما قاموا فيه، مثل الاوديت لمصرف لبنان، الكابيتال كنترول، موضوع الكهرباء، الهدر بالكهرباء، الفيول غالي كثير الفيول، فاذا اي قرش بحطوه بلبنان رح ينصرف يعني بي 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 بسرعه رهيبه. لذلك الفرنسي عنده هيدا الهاجس وناطرين ليشوفوا اول شيء اللبنانيين هل رح يعملوا يقدروا يشكلوا حكومه، ومن المستبعد انه يقدروا يشكلوا حكومه، يعني لحد هلا في استبعاد ليقدروا يعملوا حكومه، لانه الوقت بين تشكيل الحكومه وانتخابات الرئاسه كثير قصير. لذلك في استبعاد لموضوع، يعني في خايفانين من موضوع عدم تشكيل الحكومه والانهيار الاجتماعي اللي بيؤدي لانهيار، خليني اقول ممكن يكون اشياء امنيه. للاسف بلبنان كل المؤتمرات اللي صارت بخصوص الشان اللبناني كانت تصير بعد خضه وازمه بلبنان. بنعرف من اتفاق الطائف للوزان للدوحه دائما كان في خضه ودم، وبعد منا بيشرفوا. يعني اللي عم بتقول لي في خضه ودم تقب من بعد نروح على قعده او على توافق او على شكل من اشكال المؤتمرات الجديده. الخضه والدم هو شيء ميكانيك حاصل، يعني لما بيصير في انهيار اجتماعي، لما بيصير الحد الادنى بيشتري تانكي بنزين مثلا او اقل من او تانكي ونص بنزين، هذا اكيد بده يؤدي ل ل ل يعني انهيار اجتماعي، والانهيار الاجتماعي بصير في بيؤدي لشغلات امنيه تصير على الارض، ما بعرف بصير في قتل وسرقه ونهب، وهو موجود هالشيء والارقام لا تعلم قديش في ناس فلت من الاجهزه الامنيه ما عم تقدر تروح على شغلها. بس استاذ تمام في تحرك فرنسي سيسبق هذا الانهيار الشامل؟ يعني هذا السؤال اليوم، او ينتظر الرئيس ايمانويل ماكرون الانتخابات التشريعيه بفرنسا ليبني على شيء؟ لا هلا بده شوي، يعني اكيد انه في الاجهزه بفرنسا والمؤسسات، في ناس تشتغل انتخابات وناس تشتغل سياسه خارجيه، مفصولين عن بعضهم. يعني شو ما كان الوضع بفرنسا الناس فاضيه، في ناس مفرغه خليني اقول للملفات الخارجيه، ان كان الملف الاوكراني، الملف اللبناني، الملف العراقي، فلا في ناس عم تشتغل على الملف اللبناني. ولكن الرئيس ماكرون الارجح يعني ما راح يروح وايده فاضيه، ايده فاضيه مش يعني حيجيب مصاري، لا ايده فاضيه من دون مبادره او من دون شيء ملموس او معطى يقدر، لانه راح الزيارات اللي قبل وما
ما قدر حرك كثير الوضع غير حكومي ما انتجت شيء. يعني حكومه الرئيس مئاتي خلينا نكون واضحين ما انتجت شيء، ما وصلت لناطرو الفرنسي كان تعملوا هاي الحكومه. بدهم كان فورا يتم الاصلاحات المطلوبه. يعني كيف بدك الفرنسي يعطي مصاري للبنان؟ هو شبه مدعي عم يدعي على حاكم مصرف لبنان بفرنسا ويعطي المصاري لحاكم مصرف لبنان بلبنان، انه في شيء منه منطقي بالحكي. فاذا ما في مصاري الا اذا في اصلاحات بلبنان، والرئيس ماكرون بده هالمره المفروض انه اذا راى على لبنان او ارسل شيء على لبنان يكون خليني اقول ايده ما تكون فاضيه من ناحيه في مبادره، او اللبناني كمان بده يساعد. الفرنساوي قال اكثر من مره ساعدوني لا ساعدكم، بس هون عم تحكي اعملوا الاصلاحات، اعملوا الاصلاحات المطلوبه منكم لا اقدر ساعدكم. عم بتقلي اذا بده يجي الرئيس ايمانويل ماكرون الى لبنان بدها تكون في مبادره بايده، مبادره واضحه بايده. كان في معلومات بمرحله سابقه انه صار في تواصل مع مرجعيات لبنانيه منا على سبيل المثال وليد جنبلاط من اجل المبادره، وفي تأييد لبناني او بدء التهامس عن تأييد لبناني. مشكله اللبنانيين لما جمعهم الرئيس ماكرون بالسفاره الفرنسيه بقصر الصنوبر كلهم طقطقوا راسهم وقالوا اوكي وبنمشي، بس فل الرئيس ماكرون كلهم رجعوا سحبوا ايدهم من الموضوع وبلش في افريقاء كلنا بنعرف من هي تعرقل كل واحد على طريقه. يعني ما في حدا معرقل نهائيا، ما حدا معرقل. يعني الفرنساوي قال بشكل واضح بدك تسمي لك ان المعرقلين ما في مشكله، بس الكل اجى الرئيس ماكرون جمعهم قالوا له اوكي، دار ظهروا الرئيس ماكرون راحوا عملوا عكس اللي قالوه وقت اجتماع قصر الصنوبر. فاذا ما في ضمانات هالمره بانه الشيء اللي بده ينطرح على الطاوله وينحط يتنفذ، ما بعتقد حتكون في زياره للرئيس ماكرون على الفاضي هيك ومن دون ما بدي اقول تعهد، من دون انه يكونوا اللبنانيين فعلا بدهم يمشوا بالطرح الفرنسي، والا ما لها اي قيمه حتكون. يعني زياره للرئيس ماكرون ستكون تتويج لطرح معين، يعني بنهايه المطاف بتتوج اي طرح قد تعمل عليه فرنسا، هذا اللي بدي افهمه. اي شيء ملموس بده يصير، هلا ما تنسى انه رايحين على الفراغ ممكن، والفراغ بيؤدي لمشاكل، ما في مره صار فراغ بلبنان الا ما صار في مشاكل بلبنان، ومن بعدها راحوا اللبنانيين على المؤتمرات. يعني كان شفنا الدوحه وشفنا كل هذه المؤتمرات يلي طائف الدوحه جميع هذه المؤتمرات. يعني اليوم اصلا الجميع في لبنان يتحدث عن مؤتمر تاسيسي، عن مرحله مقبله، عن شكل جديد من اشكال النظام، عن رعايه امريكيه وفرنسيه ودوليه بعد ما واضحه. بس هون طالما حكينا عن الحكومه وطالما عم نحكي عن الفراغ، من هو مرشح فرنسا اليوم؟ هو نجيب ميقاتي؟ مرشح فرنسا هو اللي بيقدر يقوم بالجوب المطلوب منه بالاصلاحات اللي لازم تصير ليقدروا الغرب والعرب يساعدوا. اذا ما في هيدا المرشح حيكون تقطيع وقت وتمرير وقت لنوصل خليني اقول للانفجار الاجتماعي، لانه شوي شوي دولارات الموجوده بمصرف لبنان عم تنشف رح تخلص، واليوم اللي بنوصل فيه لانه ما بقى في ولا دولار بالمصرف حيكون شو بتسمون الارتطام الكبير خليني اقول. بس مين يعني هذا المرشح؟ من هو هذا المرشح؟ يعني اللائحه منا واسعه في وقت من اليوم ليصير في خليني اقول ليعلنوا عن الاستشارات. في يبدو ان الاسبوع المقبل عنده علاقات جيده الرئيس مئاتي بالفرنسيين. يعني في الفرنسا اللي بيميز فرنسا عن امريكا، فرنسا بتقدر تحكي مع المتناقضات وحتى هي المختلفة معه. فرنسا بتحكي مع إسرائيل وبتحكي مع حزب الله، بتحكي مع إيران وبتحكي مع السعودية، بتحكي مع سعد الحريري وبتحكي مع جبران باسيل. يعني بتقدر تضبط الإيقاع، بتقدر تطبع إيقاع الأمور. وقت عز الغضب خليني أقول كان في غضب وقت عدم تشكيل الحكومة، كانوا غضبانين مثلا، في كان خليني أقول نقد على سعد الحريري لما كان يتكلم، كمان كانوا غضبانين بمكان ما على جبران باسيل، بس بيقدروا يحكوا معهم. يعني بيكون غضبان عليه وبينزل مقال بفيجارو انه بده يعاقبه، وثاني يوم بيبعت السفيره الفرنسيه تحكي معه. هيدا اللي بيميز الفرنسي عن امريكا وعن الدول الثانيه، اللي يعني فرنسا اليوم اللي ما بتقدر تحكي فيه مع كل الاطراف والمتناقضات الموجوده بتبطل الفرنسي. بس من حديثك يبدو انه علاقه فرنسا بنجيب ميقاتي ايجابيه اكثر من علاقتها بقد يكون باقي المرشحين والاسماء المطروحه يلي يقال اليوم نواف سلام او عبد الرحمن البزري او ما بعرف شو بعد في اسامي. فرنسا قادره نسج علاقات مع كل هالاسامي اللي سميتهم، يعني ما لنا بعيده عنهم،
ولكن اذا كان الوقت خليني اقول لنجيب مئاتي بيكون نجيب مئاتي، اذا كان لازم على عبد الرحمن البزري حيكون عبد الرحمن البزري. ثاني شيء هلا فرنسا ما بتتدخل كثير انه بتوشوش وروحوا صموا فلان وفلان، بتقول انه بدي اصلاحات بدي هيك اللي يعني صار كثير تدخل بتساعد وبتدفش وبتدور الزوايا بين يعني حاولوا يجمعوا يا استاذ سمان بلبنان ما حدا بيتدخل على ما يبدو كل الناس بتتدخل هاي المشكله. جمعوا حاولوا يجمعوا جبران باسيل مره بسعد الحريري بفرنسا وسعد الحريري ما قدر، كان هذا كان نقطه غلط كبيره واضح على واضح حريري. بس انا بعد عندي سؤال اخير يتعلق بشكل الحكومه اليوم كمان بلبنان، غير النقاش عن اسم رئيس الحكومه في نقاش عن شكل الحكومه، هل هي حكومه وحده وطنيه، هل هي حكومه من لون واحد سياسيه تكنوقراط، هذا كمان جدل اليوم في لبنان. الفرنسي بفضل يكونوا تكنوقراط، وحتى بيشد كان بفتره من الفترات لاعطاء الحكومه صلاحيات استثنائيه بمجال التشريع، يعني مش كل ما شوف الكابيتال كنترول لهم من 17 تشرين لليوم وبعدهم ما عرفوا يعملوا قانون كابيتال كنترول. بال 67 وقت حرب ال 67 بليله وحده انعمل الكابيتال كنترول، بروسيا بليله وحده عملوا الكابيتال، بلبنان ما قادرين يعملوا كابيتال كنترول. فاذا المطلوب بفضل الفرنسي حكومه عندها صلاحيات وبعيدة عن خلينه منا سياسيين، يكونوا ناس تكنوقراط كل واحد مختص بالشأن اللي جاي فيه، يعني وزير المال يكون فعلا حدا بيفهم بالمال وما يكون كل ما بده ياخذ قرار بمجلس الوزراء بده يظهر لبرات مجلس الوزراء ويتلفن ويشوف اذا بيمشي او ما بيمشي، بيكون فعلا ناس ما قلت لك صلاحيات استثنائيه. ولكن هل هيدا الشيء بيصير؟ هل بكره بيطلع ناس بدهم وزاره المال مثلا؟ المبادره الفرنسيه تعرقلت باصرار حركه امل والثنائي الشيعي مثلا على وزاره المال، على وزاره المال انه ضربوا نسخوا المبادره الفرنسيه من اساسها يومتها. هذا خليني اقول الشيء اللي نسخ اول ضربه بالمبادره الفرنسيه كانت، وبعدين الاول وبعدين لحقوق نادي رؤساء الوزراء السابقين والى ما هنالك. اذا كل طرف بده يرجع يتمسك هذا الامضاء الثالث المزعوم اللي هيك اخترعوه من ولا شيء، وهذا بده يشاور رؤساء حكومات سابقين خلص ترجع، يعني ما بكون تمرير وقت ولا يساعد اللبنانيين ساعد. فلننتظر تنشوف شو بده يصير، ورح يكون لنا طبعا لقاءات اخرى مع حضرتك استاذ تمام نور الدين الصحفي المختص في الشؤون الاوروبيه. شكرا على هذه المطالعه. ندى كنت عم تكتبي وعم بتايدي بحماس، ما بعرف اذا عم بتايدي تعليقا. كثير حماس. طب عم بتايدي في تعليق على اللي قاله استاذ تمام او دغري من فوت بال لا هن شويه هيك افكاري عن اليوم الملف الحكومي. طالما حط افكار على الملف الحكومي قبل ما ارجع للي صار بجلسه انتخاب الرئيس بري والنائب الرئيس الياس بو صعب، اي شكل من اشكال الحكومه نحن في امكانيه تتشكل حكومه اول شيء بشكل بظل هيدا الموزاييك اللي عم نشوفه؟ هلا هو في حاجه لتتشكل حكومه بسرعه، في امكانيه شوف اذا كان في رعايه خارجيه ومبادره معينه فرنسيه بدعم أمريكي ورضا عربي وتحديدا سعودي بتصير الأمور أهين للأسف. بس المظلة منا مأمنة بعد، بس ما في عرائيل، يعني اليوم في مبادرة جاية على البلد، في ضوء أخضر من الأمريكان، ما في رفض من السعوديين، يعني أنت منك أمام عرائيل. بتجي هون المشكلة بالاسم، انه اذا بدنا نفوت بهذه التسميات، النواب الجدد اكيد بفضلوا بتوقع يكون مرشحهم نواف سلام الى جانب القوات والكتائب، طبعا الى جانب القوات والكتائب يلي هن بيعتبرون انه حلفائهم بالحلف السيادي، والنواب المستقلين ميشيل معوض ونعمت فريم وغيره. فانه بس الفيتو يلي على نواف سلام السابق من حزب الله بعده موجود مستمر. بعده موجود وما بظن انه هيدا الفيتو ينكسر. اثنين، نحن ما منروح بهيدا البلد لحكومة اختصاصيين، اختصاصي يكون عنده هوى سياسي
ايه على شكلة حكومة نجيب ميقاتي، بس اختصاصيين بهوى سياسي 100%، بس بيور اختصاصيين اساسا مين بلبنان ما عنده هوى سياسي؟ يعني ما نضحك على بعض. بس اليوم يقولون، يعني اذا بتسمع القوات اللبنانية او حتى بتسمع التيار الوطني الحر بيقولوا نحن بدنا حكومة سياسية نسوء خبرية الحكومة التكنوقراط. 100%، ما انا كنت جاي اقول هاي واحدة من النقاط اللي سجلتها اول ما طلعت نتائج الانتخابات يعني وبعده كان عم بيصير الفرز، النتائج الاولية اذا بدك، واعتبرت القوات اللبنانية نفسها انها اكتسحت وانه اخذت الاكثريه يعني، فصاروا عم يحكوا بحكومه لون واحد سياسيه، وبيعتبروا انه الفريق الاخر يلي خسر الانتخابات يعني بيعتبروا هن بدون حكومه بدون حزب الله وحركه امل وتيار الوطن الحر وحلفائهم. انه هلا بطلنا سمعنا هذا الصوت، وطبعا كان في رد عالي السقف من النائب محمد رعد رئيس كتله الوفاء للمقاومه. ولما تغيرت يعني مش تغيرت هي ما تغيرت هي وضحت اكثر هيدا النتائج، وشفنا كيف شكل البرلمان وانه لا هيدا المحور منه السياده منه بس يعني اكتريه. لما عن بطلوا يحكوا عن حكومه من لون سياسي، صار من لون سياسي واحد. يتقدم طرح حكومه وحده وطنيه اليوم على سواه، بس كمان اذا عملنا حكومه وحده وطنيه شو استفدنا؟ ما نحن بنعمل انتخابات نيابيه اخر شيء تنفرز اكتريات واقليات في المجلس النيابي تما نوقع بلعبه التعطيل، يعني رجعنا مره جديده نقلنا لعبه التعطيل داخل المؤسسات. ليش هو اساسا نحن القرارات بتصير بداخل مؤسساتنا، المداولات بتصير بداخل مجلس النواب، ما بتصير باجتماعات بيتفقوا عليها كيف بدها تمشي الجلسه والتصويت. وبالحكومه يعني اليوم اذا في مشروع بده يمرق وفي طرف تاني عنده مشروع بده يمرق، ايه ممكن مرق لي هيدا بمرق لك هيدا، ما هيدا بصير. واذا في طرف فعلا بده يعطل كمان هيدا بصير. بس النواب الجدد او التغييريين اعطوا نموذج بجلسه الاخيره لمجلس النواب انه هن ما بيمشوا بهذا التوافق او التفاهم يلي بيكون قائم، والنائب بولا يعقوب ردا على رئيس نبيه بري كانت واضحه وقالت له نحن جايين نوقف بوجه هذا التوافق. اوكي انا ما شفت الموضوع بهذه الطريقه. هلا بالنسبه لانتخاب رئاسه المجلس كان التصويت يا اما بورقه بيضاء يا اما بعبارات العداله للشهداء المرفأ وغيره او الجمهوريه الاوليه لقضايا محققه والجمهوريه. ما انا ما عم عد الجمهوريه الاوليه لانه قوات هن منهم تغييريين يعني منهم هلا جايين من الشارع. فهي ال 13 نائب صوتوا بوضوح للرئاسه منيح. بنيابه الرئيس اول مره ورقه بيضاء اوكي، بين الياس وصعب وبين غسان سكاف اكيد بدها تكون ورقه بيضاء. ليش بالدوره الثانيه بالجوله الثانيه للاقتراع صوتوا لغسان سكاف وهيدا ما سجل؟ معناته يلي هو مرشح يعتبرونه مرشح التيار الوطني أوكي. الحر وحزب الله أوكي. وكل هذا الفريق ما واضح، بس هيدا شو بيعني؟ هيدا معناته انه انا نص يعني نص ضد نص الثاني، ماني كلهم يعني كلهم. لما بدي ارفع شعار انا لو كنت ترشحت اليوم على الانتخابات وعم صوت ما بصوت للياس وصعب وما بصوت لغسان سكيف، ما عم اقول بدي هيدا ينجح او بدي هيدا ينجح، انا لا لاني بهالمحور ولا بهالمحور. رفعتوا شعار كلهم يعني كلهم، وكنتوا عم تتهموا هيدي السلطة انه اليوم عم تكسر هيدا الشعار وحاربتكم فيه وانه منه حقيقي وكذا، وعم تعملوا كل السبل لتفرضوا هيدا الشعار وتخوضوا على اساسه معارككم. أخذت معكم جولة واحدة بمجلس النواب لصوتوا لمرشح الاشتراكي؟ ليه؟ في ناس بتقلك المهم يسقط من هو بحلف حزب الله وعون. أنا ضد حلف حزب الله وعون، بس مش أنا مش مع حلف الاشتراكي والقوات، ما هيدول كمان سلطة. فأنه لا، هيدول النواب التغييريين كان في جرس إنذار خطير من الجلسة الأولى، يعني خطير لانه بعده من الجلسه الاولى ومن جوله واحده للانتخاب، انه هن ممكن اليوم يروحوا يصطفوا مع فريق ضد اخر. طيب ما اخر شيء في سياسه، في رايي بيقول انا اليوم اذا بقيت حاطط ورقه بيضاء شو رح استفيد؟ في مرشحين، قد يكون غسان سكاف يلي يعلن نفسه انه هو مستقل، نزل كان بالبقاع الغربي على لائحه الاشتراكي، قد يكون فعلا بالنسبه لهم هو خيار قدام طروحات الياس بوصعب او التيار الوطني الحر يلي مجربين بغير مناصب. بعشر دقائق اقتنعوا انه خيار، طب هو لو خيار كانوا انتخبوه من اول جلسه. مش كانوا محطين مخطط اولي انه نحن باول جل او اذا يعني بالاول بنحط ورقه بيضاء؟ هيدا بيعني انه فاتوا باللعبه، هيدا شو بيعني؟ هيدا بيعني انه هن ما فاتوا يقترعوا لغسان سكاف عن قناعة بشخصه ببرنامجه وانه هو مستقل،
وانه شايفينه هو ضمن هذا التموضع السياسي بالبلد، فاقترعوا بورقه بيضاء. بالجوله الثانيه اقتنعوا فيه، اقتنعوا ببرنامجه، اقتنعوا انه هو مستقل. لا، بالجوله الثانيه هن شافوا قد ايه في، واحد النواب التغييريين بقلب الجلسه كان بين الجوله الاولى للاقتراع والجوله الثانيه للاقتراع، كان عم بيصير فيه هو مشاورات، هو بينه وبين بينه وبين نواب الكتائب والنواب. انت على بلاتو مين؟ يعني النائب ابراهيم نايمني كان عم يحكي مع كتله القوات وكتله وغيره، بس هو كان واضح، يعني كان عنده حق. ومتهم انه صوت لرئيس نبيه بري. انا ما بعرف بهذا الشيء. نفيت النائب بولايا عوبيان هذا الامر واعتبرته بموضوع الاشاعات، كلهم نفيوا بتغريده موحده. انا ما بهالمحل ما بدعي وما في اجي اقول هو صوت او لا، ما بعرف. بس انا شفت بالجوله الثانيه من بعد اول مره لانتخاب الياس مصعب، بالجوله الثانيه كان عنده حركه صامته النائب ابراهيم النايمني. يعني صح هو ما علي صوته، ما كان عنده حركات استعراضيه مثل النائب بولا يعقوبيان ويعقوبيان وغيره، بس هو كان في مداولات ومشاورات بينه وبين هدول الكتل. المهم انه هدول ال 13 نائب بالجوله الثانيه ما اكتشفوا انه غسان سكاف مستقل، بل لقوا انه اسقاط الياس بوصعب بده هالقد اصوات، فنحن منعطي غسان سكيف بلكي من سقط الياس بوصعب. يعني انتو اليوم كنتوا حصان طروادة لنص السلطة ضد نص السلطة الثانية. جوا بالمجلس ما بتقدروا تعملوا كتير لانه عددكم قليل، القيمة المضافة لقلن، حتى نختم هذا الشيء ونفوت بملف تاني اذا بدك، لقلن انه اول شيء حيحرصوا على الحضور، يفعلوا العمل البرلماني، يشاركوا باللجان، يكسروا سرية السرية اللي بتصير بقلب اللجان، ما هي محاضرة سرية والحكي فيها. بكرة إذا تعطل شي مشروع أو شي قرار أو غيره، اطلعوا بقلب مجلس النواب وصرحوا وكسروا هذه السرية، لأنه تجهيل الفاعل من قبل السلطة التقليدية على طول. ما إذا بدنا ناخذ الأداء يلي صار بجلسة نهار الثلاثة، في كسر للتقليديات اللي كانت قائمة، للتفاهمات اللي كانت تقوم دايما، لمحاولات التمرير اللي كان يعملها رئيس نبيه بري. هن عم بيعتبروا في قانون عم بيعتبروا كان رئيس نبيه بري ما عم بيطبقوا لهذا النظام الداخلي للمجلس، قالوا له لا بدك تتلقى الأسامي مثل ما هي بالتصويت. مش أول مرة بتنطلق. لا اوكي عملوا هيدا عم بيعتمدوا انه لا ما في يضلوا مش مجلس النيابي باستئفاء. لا ما انا كنت جاي كفي على هي النقطه، انا كنت بس عم اقول انه حضورهم بمجلس النواب بالقيمه المضافه لقلو، الحضور، التفعيل العمل البرلماني، كسر السريه، والاعتراض على ممارسات الخطا يلي تعودنا انه نشوفها وما حدا يعترض. هيدا بلشوا يعملوا. اوكي لا بلشوا يعملوا الاعتراض على ممارسات الخطا اوكي عمله. واحد بس انه هن ما فاتوا بهاللعبة يلي صار نهار الثلاثة بمحطتين منه، أول محطة التصويت لسكاف، وتاني محطة تراجع النائب فراس حمدان عن الترشح بوجه هيئة مكتب المجلس. نعم هيدي بتعني أنه أنتوا عم تلعبوا نفس اللعبة، بمعنى وأنت اليوم ما عم تعمل مشاكسة حقيقية. كان عنده حركة حلوة على مدخل المجلس وقت خبى عينه ليذكر شرطة المجلس والمسؤولين أنه أنتوا فقرتوا عيون العالم، برافو. بس انه جوا هيدي حلوه، مشاغبه حلوه، ولكن هي رمزيه. انا بدي شيء منيحه ما بتضر، بدي شيء بيتقرش. اللي بيتقرش جوا انه انت كان فيك، وحتى النائب ميشيل دويهي، حتى ما نكون عم نصوب بس على حدا او عم ننتقد حدا، ما في شيء بالشخص يعني. ونائب مارك داوي اللي كمان فات ماسك، عم بحكي على الانتخابات تبع هيئة مكتب المجلس، انا بحكي على رمزيات بعض الامور اللي صارت بالدخول على الجلسه. وهيدي الرمزيات كان فيها تتخطى، رح ارجع لقلب الجلسه، كان فيها تتخطى ليصير لها معنى. الطريق جورج من البور، محل ما صار فيه اكبر جريمه بحقنا، لمجلس النواب يلي بيشرع وبيخدم مصالح الاوليغارشيا بالبلد، هيدا الطريق ما كان لازم بس تحكمه الرومانسيه الثوريه والنوستالجيا وشعارات ثوره ثوره. شو كان لازم تحكمه؟ ليه ما شفنا شعارات انقالت كمان بالانتفاضه مثل
يسقط رأس المال، مثل العدالة للعمال، مثل هتافات ضد الصندوق يعني السيادي. يعني بتعتبرون يتواطؤون مع النظام الاقتصادي القائم اليوم مع شو بيقولوا موضوع مصرف لبنان؟ أنا ما ما عم بيجي أقول عن قصد أو عن غير قصد، بس أنا عم بيجي أقول من يترشح باسم الناس بهيك فترة دقيقة عليه مسؤولية. الناس كانت الحشد المرافق هو، لحتى ما أكون عم بتجنى، هو اللي كان عم يهتف ثورة ثورة وغيره. بس أنتوا يا نواب أنتوا طالعين من الأرض، وأنتوا بالأرض وبالانتفاضة كان في هتافات إلى معنى، إلى معنى سياسي واقتصادي، وإلى معنى بتدل أنت وين أنت موضعك إلى جانب هذه الطبقات الفقيرة ولا لا، ولا بتراعي مصالح ولا لا. كان فيها يكون في لفتة نظر، تصويب هيدي الهتافات لهتافات إلى معنى. نحن في بمعنى أنه أنا فايت على مجلس النواب لأعمل معركة ضد بيع أصول الدولة وضد الصندوق السيادي وضد الخصخصة ومع الناس ومش مع مصالح الأوليغارشيا ولا الطبقة. عم تطلب منهم كنت كتير بهذا النهار اللي هو أول نهار دخول لألون إلى مجلس النواب، نهار اعتبروه انتصار بهذه المسيرة اللي قاموا فيها. مش هالقد مطلوب منهم، المطلوب يمكن أداء معين كان بأول جلسة. بالنسبة يعني للناس حققوا هذا الأداء، وقفوا بوجه رئيس نبيه بري، زكزكوا الطبقة السياسية القائمة وانتهت الأمور. هن عارفين ما كانوا رح يجيبوا أعضاء بهيئة مكتب المجلس. أنا ما عم قولي شوف جورج، هون تشعب النقاش. لا أنا ما عم حملهم أكتر من اللزوم، لأنه رح أرجع كررها، نحن مش بفترة عادية بالبلد، ونواب اللي هن بدهم يمثلوا الناس وصوت الناس غير النواب يلي بيمثلوا مصالح احزابهم المتحكمه بالبلد. بس من حكمهم من بعد ما يكون في 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 عمل داخل مجلس النواب اليوم. انا ما قلت سقطوا، انا ما حكمت وقلت سقطوا. انا بلشت راقب، وحقي كمراقبه اجي اقول اليوم الاول للانتخاب هي سقطه بهالمحل، هون اللي عملوا في راس منيح ذكر الناس وخبى عينه، هون كيف يكون الكل أفضل، هون كان لازم يترشح ميشيل دويهي وفي راس حمدان كسرا لهذا التوزيع والعرف القائم. يعني أنت مرشح عن مقعد درزي نجحت عنه للمجلس النيابي بقانون الطائفة، أنت ما ترشحت يا في راس عن مقعد اللادينيين بالبلد، فتت على مجلس النواب، انت اقترعت بالجولة الثانية لغسان سكاف اقتراع طائفي ولا لا؟ هلأ بهيئة المكتب تذكرت انه ما بدك تخوض هيدي المعركة لانه انت ضد انه الترشح طائفيا عن هالمقعد؟ ما فهمت هيدا الانفصام، ما فهمت هيدا التناقض. ليه يعني ان شاء الله ما يكون مقصود، بس ليه بلشنا مهادنة؟ ما أنا ما برروا لي إياها بشكل صحيح. يعني ميشيل دويهي وفراس حمدان نجحتوا بظل قانون طائفي عن مقاعد طائفية، ولو أنتم ما نكون طائفين، بس أنتم ارتضيتوا من البداية خوض هيدي، أنا كنت مع مقاطعتها، أنتم ارتضيتوا من البداية خوض هيدي الانتخابات بهيدي المعايير. مقاطعة شو؟ أنا كنت مع مقاطعة الانتخابات كلها. يعني عدم المشاركة بالانتخابات، لأنه عم نجدد لشرعية هيدا النظام وآليات الحكم. انت اليوم ارتضيت بهيدي اللعبه، عال بدك تفوت لجوا، مش جوا بتتذكر، ما جوا قادر تعمل هيدي المعركه، بتنجح ما بتنجح بس شاكس، اعمل لي معركه حقيقيه. في راس انت عم ينقال انه باقلام الاقتراع بعدد من القرى بحصبية ومرج عيون بالقضاء اللي ترشحت عنه، انه والاشتراكيين عم بيقولوها علانيه انه انت استفدت من اصوات الاشتراكيين يلي لكتير اسباب ما اعطوا مروان خير الدين. اسقاط مروان خير الدين انا كتير فرحت له، هو ما انه غلط يسقط مروان خير الدين، واللي بده يعطي فراس حمدان اصوات يعطي فراس حمدان اصوات، بس مش هيدي الاصوات. وانا خوفي تكون هيدي الاصوات والخلفيه العائليه تخليه يعمل مهادنة بمجلس النواب. ان يهادن الاشتراكي تقصدين؟ ايه، لانه اليوم كان مرشح بوجه هذا ابو الحسن، انسحب وبيع هذا ابو الحسن بالتزكيه. طب مزبوط، والمبرر منه مقنع
لانه انتم خطوا الانتخابات على اساس طائفي، على ما ترشحتوا بقانون وعن ما كنت عم تحكي. انا وقت عم يخلص وخلص، مش عم يخلص. كنت عم تحكي عن نقطه مروان خير الدين وسقوط مروان خير الدين والى ما هنالك. انا بدي اروح ابعد معك بلوائح الثنائي الشيعي في الجنوب. هذه الخروقات البسيطه يلي صارت هي ما لنا خروقات شيعيه، انما خروقات ببعض المقاعد، عم نحكي للاسف طائفيا، بس هذا هو القانون. بالمقاعد الاضعف، هيدي كيف بتقرايها؟ كان الخرق بمقعد أسعد حردان وارد، بس أنا شخصيا ما توقعت سقوط مروان خير الدين وانبسطت كتير. طبعا أكيد بنبسط كتير كيف ما كان. لسقوط مروان أو لفراس لأنه طلع؟ لسقوط مروان، وإن شاء الله بفرح إن شاء الله لنجاح فراس بالممارسة عكس ما صار بأول جلسة. أنا بس بدي أقول إنه هيدا الخرق جيد، بس ما نتوهم، هذا الخرق منه بالبيئة الشيعية المباشرة. يعني اللي كان يصوت لحزب الله بعده عم بصوت لحزب الله. اليوم اللي صار من حسنات النظام النسبي انه صارت بتقدر عالم من خارج الكلاب السياسي والصالون السياسي انها تتمثل. التحالف يلي صار، يعني الكتائب اعطوا اصوات، القوات غير الملتزمين اعطوا اصوات، الشيعة المتململين اعطوا اصوات، اذا بدك البيئة الاوسع الحضني وليست المباشرة لحزب الله، طبيعة النظام، سوء الخيارات، عن جهية القوى التقليدية على رأسهم بري وقبول حزب الله بحدا مثل مروان خير الدين وحدا ساقط بحزبه مثل أسعد حردان، كلها أدت لهذا الاغتراب كمان طبعا، كلها أدت لهذا النتيجة. ولكن لكن مع العلم انه 27 نائب شيعي هيدا امر منه ايجابي، منه سليم بالديمقراطيه. صح، ولكن ما نتوهم انه الخرق صار بالساحه الشيعيه، بالساحه المباشره، يعني بدوائر معينه كانت تعتبر محسوبه بالكامل على فريق سياسي واحد، ولكن مش من حصه الشيعة للاسف. لانه احنا اذا بدنا نغير، بعض بيعتبر حصه الشيعة صارت ترهيب بمكان، يعني انا اذا بدي غير، انا بدي غير بصور الزهراني بست نواب الشيعة ب 26. لازم نشتغل على هيك، ولازم نشتغل على التغيير كمان بالدائرة الثالثة، لأنه كمان هذا الاحتكار السياسي منه مقبول. بس أنا مش بروح لغير هذا الاحتكار السياسي بتحالف مع الكتائب ومحاولة حكي مع القوات وفشلت، ولا هذا الحكي واضح ونقال. يعني لا، الكتائب بمجلس النواب لقمان سليم كان محلنا به بري أو الورقة البيضاء. ايه، ما هن اعلنوا. صح، وهن اعلنوا. بس انا بس اللي بدي اقوله بالجنوب تحديدا وبالتغيير بهيدي المساحه، انه وانا ونحن كنا ضده، وكان عندنا مرشحه وهيدي المرشحه ما خلص انتخب. صح، انا ما طالعه سقط حزب الله وحركه امل وغيرهم بالكتائب والقوات والاشتراكي وغيره، لا، انا ضدهم كلهم ببرنامج مش بشعارات شعبيه غرائزيه مثل ما بتعمل السلطه. شكرا لك ندى أيوب. رح يكون عنا وقت كتير بالمرحلة الجاية، عملنا تقييم أولي لهذه مرحلة حافلة، مرحلة جاية حافلة كتير بالتطورات، وأكيد رح يكون عنا جلسات أخرى طبعا. شكرا لك ندى، شكرا للمشاهدين على المتابعة، إلى اللقاء.